يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي تنويم في المستشفى، يقول عندي تنويم في المستشفى لعلاج آخذه عن طريق الوريد، ومدة هذا العلاج طويلة بحيث تجب علي الصلاة وأنا تحت هذا العلاج، فهل يجب علي أن أنزع اللاصق الذي يوضع على اليد عند الوضوء، علما بأن هذا اللاصق يحفظ الإبرة من الخروج ويجعلها متوازنة؟ توضأ وامسح على اللاصق، والمسح عليه يكفي عن غسل ما تحته. نعم.